كل التحايا لكم مشاهدينا، ولنرى هذه الوصايا للجدود عند الأبناء. دائما نتحدث عن أهمية التربية الوطنية وزوايا مختلفة لوجود التربية الوطنية، إذا كان في الأسر أو في المدارس وغيرها، وهذا هو حديثنا في هذه المساحة مع الدكتور الخبير التربوي دكتور عبد المحمود النور. مرحبا بك وصباحك خير، وكل عام وانت بخير. مرحبا بك يا أستاذة، كل سنة طيبة، وتحية عبرك لكل مشاهديكم بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. مرحبا بكم. احنا نتحدث عن دور التعليم والتربية الوطنية في إرساء هذه القيم لخلق يعني جيل وطني وينتمي لهذه الأرض. قبل ما نتحدث عن التعليم في حديثنا عن المناهج وأهمية المناهج، نتحدث عن هل فعلا يعني تدهور التعليم ممكن أن يكون له أثره في موضوع التربية الوطنية؟ طيب، ده كلام طيب جدا. بالتأكيد التعليم منظومة من منظومات الدولة والمجتمع، عندها مهام ومرتكزات وغايات معينة بتعمل على تحقيقها، لكن لا يتم هذا الكلام بمعزل عن بقية المنظومات. يعني التعليم يعمل على تكريس مفاهيم ممنهجة ومخطط لها، بينما المؤسسات أو المنظومات الأخرى تحقق أهدافها بشكل غير مخطط وبشكل غير ممنهج. لذلك عندما يختل النظام التعليمي في وظيفته يحصل خلل في تحقيق الغايات المنشودة والمقصودة. التربية الوطنية تحديدا هي إحدى الموضوعات التي يشتغل بها التعليم والمنظومات الأخرى. يعني لا يمكن أن تتحقق التربية الوطنية بدون تكامل كل الأدوار. التعليم معني فقط بإكساب القيم والمهارات المخططة وفقا للمنهج، لكن ينبغي أن يعزز ذلك بشكل جاد من قبل دور الأسرة ودور المجتمع. المجتمع نعني به الأندية، المساجد، المجموعات الموجودة داخل المجتمع بصورة عامة، منظمات المجتمع المدني، كلها معنية بتعزيز هذا الدور الوطني في شخصية الطالب وبنائه. التربية معنية بصناعة الإنسان الصالح في نفسه والمصلح لغيره. بالتالي إحدى أهم الركائز التي يعتمد عليها الإنسان في صلاحه هي أن يكون له انتماء ووفاء وولاء إلى مجتمعه وإلى الدولة التي نشأ فيها. والحديث يعني عن هذا النماء والارتقاء في التعليم وفي الشخصية نفسها، هو بداية يبدأ يعني خط التعليمي ببناء القيم، والقيم الوطنية هي لا تتجزأ يعني عن القيم الأخلاقية العامة. كثير من الدول هي تبدأ بهذا الجانب، في حديث عن جانب القيم في الزاوية الأولى أو في الخط الأول للتعليم. مناهجنا وما تحويه من هذه القيم وما يمكن أن يكون من محتوى في أثر التربية. صحيح، القيم هي عبارة عن منظومة. منظومة القيم في المجتمع تتكامل بشكل كبير جدا، زي ما قلت قبل تشترك فيها كل المكونات بتاعت المجتمع الشعبية والرسمية. وعندما تكون هذه المنظومة راسخة وتنتقل من جيل إلى جيل عبر الروافع المعروفة التي تحمل هذه القيم من جيل إلى جيل من المجتمع للفرد، فإنها تحقق أهدافها وتترسخ بشكل كبير داخل سلوك الإنسان. فتنجح التربية حينما تحول هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه المبادئ إلى سلوك معاش. ما لم يحدث ذلك يبقى في خلل في تحقيق وتطبيق هذه القيم على أرض الواقع. لذلك عند حكمنا على نجاح ووجود التربية الوطنية من عدمه، دائما ننظر إلى سلوك الفرد وسلوك الجماعة. صحيح، في المجتمع وفي خلق مجتمع معافى فيه كثير من السلوكيات الإيجابية. ولكن السؤال أيضا كان عن حديث عن دور المناهج. زي ما ذكرت، هو ما بنتحدث عن الجانب النظري فقط، مهم أنه تكون في الجانب التطبيقي، ولكن للتكامل مهم أن يكون محتوى المنهج فيه هذه الجوانب للتربية والأخلاق. صحيح، المناهج تحمل في داخلها كثير جدا من القيم التربوية المرتبطة بالجانب الوطني وغير الوطني. وفيما يتعلق بالجانب الوطني تحديدا، فإن التربية تعنى بترسيخه من خلال مادة تربوية معرفية مباشرة أو مادة سلوكية من خلال أنشطة تمارس وأدوار يتم تطبيقها داخل المدرسة وخارج المدرسة.
فلذلك التربية دائما هي تتكامل مع دور المجتمع وتحقق أهدافها وفقا لتبادل الأدوار، حتى الإعلام يشترك في هذا الدور، حتى المؤسسات الأخرى زي ما أنا قلت منظمات المجتمع المدني، كلها تتكامل. عندما يختل أحد هذه الأدوار أو هذه المجموعات يحدث خلل في تطبيق مفاهيم التربية بشكل عملي. صحيح، والجوانب الموجودة في المناهج حتى جرعات التربية الوطنية الموجودة زي ما ذكرت لانتقال للفعل الواقعي والأثر المجتمعي تحتاج يعني تكامل، ولكن أيضا هذا التكامل يبدأ بخط أول في تكوين الشخصية حتى يكون هذا الطالب أو المتعلم مؤثر في المجتمع. فأيضا دي تبدأ بزوايا مختلفة. الآن أصبح التركيز على الأكاديميات أكثر، فخلينا نتكلم في جانب النشاط غير الصفي والمناشط المدرسية المختلفة أو حتى في إطار الجامعات إذا تحدثنا عن المجموعات الثقافية وغيرها، لأي مدى يمكن أن تخلق هذا الأثر للإنسان المؤثر في المجتمع. صحيح، أنت أحسنت في هذا الوصف، لأنه حقيقة الجانب الخاص بالأنشطة المدرسية داخل الصف وخارج الصف هي من أهم الأدوات والوسائل التي تحقق البعد التربوي وترسيخ هذا السلوك ليظل ممارس، لأن النشاط هو تطبيق لهذه القيم وهذه الممارسات عبر مواعين تربوية داخل المدرسة وخارج المدرسة، مثل الجمعيات النشاطية وبعض الأنشطة الأخرى التي تمارس، حتى بما فيها الأنشطة الرياضية، قيمة التعاون، قيمة الإنتاج، قيمة العمل، احترام القانون، تحمل المسؤولية، روح الجماعة وروح الفريق، كل هذه الأشياء تترسخ في شخصية الطالب منذ البداية، بدأ من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الجامعية. فكلما كانت هذه القيم تكسب بشكل محدد عبر أنشطة مخطط لها وممنهجة، كلما حققت أهدافها بشكل صحيح. والجوانب لروح الفريق والجماعية زي ما ذكرت، ومدارسنا يعني قبلا والجامعات أيضا فيها جوانب مختلفة لجمع السودان بكل مناحيه، يعني نتحدث عنها، لأي مدى هذا الجمع ممكن أن يؤثر في الشخصية التي يمكن أن تكون الآن يعني نتحدى من خلال المشكلات الموجودة في الواقع في حديثنا عن التفرقة والعنصرية وغيرها من المشكلات التي يمكن أن تكون هي في الحاضر مشكلات أساسية للوطن. قبل ما نتحدث الآن عن ذكرى الاستقلال لنحتفي بوطن معافى، يعني لأي مدى هذه الجوانب هي أيضا مهمة؟ دعيني أبدأ من آخر نقطة تفضلت بها، وهي أن المناسبات الوطنية والمناسبات الاحتفائية الخاصة بالوطن ينبغي أن تكون جزء من الفعاليات والأنشطة المخططة، حتى يعرف الطالب البعد الوطني في هذه الأحداث وفي هذه المناسبات، وهي برنامج جيد جدا ينبغي أن تعنى به مؤسسات الدولة التربوية ويعنى بها أيضا المجتمع، حتى لا تكون مفرغة المحتوى. هذا جزء أول. الجزء الثاني، حينما تغيب بعض القيم عن مجتمعنا فإننا نبحث عن سبب المشكلة في هذا الدور. أنا أعتقد أن بروز العصبيات وبروز الجهويات وبروز المشكلات والتحديات التي بدأت تظهر هي حقيقة موجودة منذ فترة طويلة، لكن تتفاقم كلما غابت التربية الوطنية وكلما غاب دور المؤسسات المعنية باحتواء وتوفير بدائل للطالب وللشاب وللإنسان في أنه يوظف طاقاته واهتماماته نحو الاتجاه الإيجابي الذي يخدم الوطن ويخدم غضاياه. فحينما يغيب الدور الكلي تجاه الوطن تضمحل هذه الأهداف وهذه الاهتمامات نحو الانتماءات الضيقة، الانتماءات الخاصة بالقبيلة، الانتماءات الخاصة بالمنطقة، الانتماءات الخاصة بالجهة، الانتماءات الخاصة بمعتقد أو فكر معين. هذه مشكلات كبيرة جدا، ينبغي أن يعمل الجميع على تحويل الاهتمام كله إلى الدولة وإلى المجتمع كوطن ككيان، حتى نحقق التربية الوطنية في مفهومها الأشمل. والتركيز على بناء الشخصية، يعني قبل هذا الحوار كنت أتحدث مع دكتور عبد الدين مرغني عن بناء الشخصية، شخصية المثقف وشخصية المتعلم، ممكن هي مجموعة مشاهدات أو قراءات أو حتى ما هو موجود في الواقع الذي يمكن أن يشكل الشخصية المؤثرة. ففي زاوية التعليم بناء الشخصية التي يمكن أن تكون مؤثرة وتكون إيجابية وهي أيضا يعني حاملة لهم التربية الوطنية. نعم، زي ما أنا ذكرت في بداية حديثي أن التربية تعنى ببناء شخصية الإنسان الصالح في نفسه ومصلح لغيره. إذا اهتمينا فقط بالإنسان الصالح فقط دون أن
نعنى بالجانب الخاص بإصلاح غيره خلقنا إنسان أناني، إنسان انطوائي، إنسان مكفي حول نفسه، بالتالي يغيب البعد والإحساس بالآخر، بالوطن، باحترام الرأي الآخر، بالتعاون، كل هذه الأشياء تغيب. لكن نحن نريد إنسان صالح في نفسه، يكون عنده قيمة الأمانة، قيمة الصدق، قيمة كل القيم الأخلاقية التي نتحدث عنها، وتنعكس ذلك مع زملائه ورفقائه في المجتمع وفي المدرسة وفي غيره، في أنهم يتكاملوا مع بعضهم البعض لكي يكون بعد هذه الشخصية بعد يخرج عن يخرج من الداخل ومن الأنا إلى الآخر، وصولا إلى مستوى الوطن والحفاظ عليه. صح، ويكون المؤثر يعني الأثر هو الشيء الأساسي اللي ممكن أن يخلق التغيير. نحن يعني رسالة ممكن أن تكون صباحية بما نتحدث عن بناء الشخصية، هي جوانب مختلفة، تحدثنا عن المدرسة أو الأسر أو غيرها. مؤخرا يعني ما نشهده في عالم التعليم والحيوات التعليم المختلفة هي جوانب للتركيز على الجانب الأكاديمي فقط، وحتى الأسر إذا كان الابن ناجح أكاديميا ومتفوق في صفه هذا بالنسبة لهم هو كافي. في لأي مدى هذه الفكرة أو هذه الجوانب للتفكير يمكن أن تكون مؤثرة أو تؤثر سلبا أيضا على المجتمع وعلى الوطن عموما؟ والله بدأنا أهنيك على هذه اللفتة المهمة جدا. هذه إحدى المشكلات التي وقع فيها مجتمعنا الآن، أصبح اهتمامه بنجاح الشخص هو بالجانب الأكاديمي فقط، غياب الشخصية الصالحة والشخصية الناجحة المتكاملة هو الأهم بالنسبة لنا. لذلك عندما نركز على الجانب الأكاديمي فقط فإننا نهمل جوانب أخرى خاصة بالقيم وبالأخلاق وفي بناء الشخصية التي تعنى بالآخر. فلذلك ينبغي أن يعدل المجتمع من نظرته الخاطئة هذه نحو النظرة الأشمل والنظرة الصحيحة، لأن التربية حقيقة والتربية الوطنية تحديدا تزيد وتنقص، تزيد كلما اهتممنا بها وعززناها ووجهناها التوجيه الصحيح، وتنقص كلما أهملناها. لذلك أنا أتوقع في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الآن، في ظل انفتاح الإعلام الخارجي عبر الفضائيات، عبر الإنترنت، عبر كده، كل هذه الشواغل وصوارف صرفت أبنائنا عن اهتماماتهم، عن هويتهم، عن قضاياهم المحلية، بدأوا يهتموا بأشياء شكلية وبقشور. فإذا لم ننتبه وتنتبه الأسرة والمجتمع والدولة ويخططوا تخطيط جيد في كيف أنه يعيد هذا الطالب وهذا الإنسان إلى جادة الطريق وإلى المكان الصحيح والدور الصحيح، فإننا سنفقد هذا الطالب، وبالتالي سنفقد انتمائه لوطنه، ويؤدي ذلك إلى مشكلات كبيرة جدا قد تؤدي بالوطن إلى مهالك. نحن نتمنى إنه هذه الرسالة تصل للجميع في هذا الصباح، ومعها نختم معك هذه الحلقة وهذا الحوار في حديثنا عن التعليم وبناء الشخصية الوطنية ودوره في التربية الوطنية في ذكرى الاستقلال. شكرا جزيلا الخبير التربوي دكتور عبد المحمود أنور. شكرا جزيلا. شكرا. كل عام وأنت والوطن بألف خير. بارك الله فيكم وكثر خيركم. شكرا مشاهدينا، هذه هي حلقة صباح الشروق لليوم التي خصصناها للحديث عن ذكرى الاستقلال. تحدثنا في زوايا مختلفة عن إسقاط هذه الحكاية والأحداث التي تدور حول استقلال السودان على الواقع وربطها بالواقع السوداني. تحدثنا عن التربية الوطنية ودور التربية الوطنية ودور التعليم في التربية الوطنية، وابتدرنا حديثنا عن دور الفن ودور المطرب في المجتمع وكيف يمكن أن تكون الأغنيات أيضا حاملة لمبادئ الوطنية والانتماء الوطني. وتحدثنا أيضا في زاوية مع دكتور عز الدين مرغني في جوانب مختلفة للبناء الوطني وبناء الشخصية ودور الأدباء والمثقفين وخلق مثقف يمكن أن يكون له أثره في الانتماء الوطني وفي التغيير الإيجابي في هذا البلد. كان هذه حلقة الشروق لليوم، ولك يا وطن لك البداية ونهاية والمقاصد والذراء، ولك البقاء ولك الطريق الرحب يمشي والبهاء يبقى هنالك في انتظارك قائما حتى اللقاء. إلى اللقاء.